شوف المنظر، شوفه، اللهم صل على سيدنا محمد. واخذ من ريحة الكبسة مثل ما بدكم تماما. ونجيب معلقة ونعبيها كشنة مع معلقة دقوس، طعم ولا اطيب من هيك. شو رأيك فختي على كيف كيفها؟ يا حبيبي اكيد. بسم الله. رهيب يا بابا فشتة. رز الكبسة عنا جاهز. بسم الله. على اصوله. هلا رح نسكبها بالصحن. بسم الله. حركهم بشكل منيح. ما شاء الله روايح بتجنن. هاي كبسة الشيف رنوم الخاصة. أي أكلة لازم أعملها لازم تدوق منها. أوكي؟ أوكي. تمام، اتفقنا؟ السلام عليكم إخواتي، الله يسعد أوقاتكم. للكبسة أنواع كتير، والكبسة اللي راح تشوفوها اليوم على طريقتي الخاصة، طريقة كتير راح تعجبكم، مع طريقة الكشنة الملونة اللي بتنحط على الوجه. بس شيء على الأول، إذا أول مرة بتشوفوا قناتي اعملوا اشتراك للقناة وشاركوا الفيديو على أوسع نطاق لتعم الفائدة ويوصل لأكبر عدد من الناس. قول بسم الله ومشغل الفاز. معلقتين كبار سمنة. بس تدوب السمنة راح أضيف عليها البصل. عندي البصل مقطع بهذا الشكل ناعم. ورقتين او ثلاثة رار، عودين او ثلاثة ارفع عيدان، تقريبا شي 7-8 حبات كبش قرنفل، ونفس العدد حب هيل 7-8 حبات، ومعلقة صغيرة كمون حب، وثلاث حبات لومي او ليمون يابس. نحرك هاي المكونات كلها مع بعضها. هلا بنستنى عليه شوي ليتحمص البصل مع البهارات الصحيحة مشان يعطونا الطعم الممتاز. بعد ما تحمص هيك البصل عنا والبهارات بهذا الشكل، نضيف عليها معلقة ثوم مهروس، نحركها شوي. رح نضيف عليهم هلا معلقة كبيرة بهارات كبسة ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونحركهم. ما شاء الله ريحة بتطير العقل. عندي دجاجة كبيرة أنا مقطعها 4 قطع ومشرح الصدر بهذا الشكل، شايفين؟ هلا راح احطهم بهذا الشكل مشان ياخذوا معنا تحميره حلوه وياخذوا من طعم الكبسه. هلا بنحطهم على كل وجه 2-3 دقائق مشان ياخذوا تحميره حلوه. طبعا انا غاسل الدجاج كثير منيح بالخل والملح والليمون، نقعته لمده 3 ساعات. شايفين كيف تحمروا من هون؟ انا هذا اللي بدي اياه. بنتركهم كمان 2 دقائق. هلا بعد 2 دقائق راح اضيف عليهم معلقه كبيره صلصه بندوره. عندي هون حبة بندورة مقطعة بشكل كبير راح ضيف عليهم. وهلأ بنحركهم بشكل منيح. شايفين المنظر ما أحلى. هلأ أنتوا راح تسألوني إنه ليش حطيت الصلصة والبندورة آخر شيء. راح أحكي لكم، لأنه الصلصة والبندورة إذا حطيناهم قبل الدجاج ما راح يتحمر معنا الدجاج وما راح يعطينا ريحة والطعم مثل ما بدنا. شايفين على هالمنظر؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هلا بعد ما حطينا البندورة والصلصة حركناها لمدة 5 دقائق، ضفنا عليها المي، مي عادية طبعا. هلا نستناها لتغلي. هلا بعد ما غلت عندي بهذا الشكل راح وطي الغاز عليها على الأخير وغطيها. ما راح ضيف ملح هلا، آخر شيء بنضيف الملح. واتركها لمدة ساعة على حسب الدجاجة. أنت إذا عندكم دجاجة 1.5 كيلو بدها ساعة، ساعة وشوي. اما اذا دجاجة 1 كيلو أو 1.25 كيلو بتاخذ 1.25 ساعة بتكون جاهزة ان شاء الله. بحط عندي هون 3 كاسات رز. بسم الله. هاي كاسة، هاي كاستين، هاي 3. لكل كاسة رز بتحط عليها 1.5 كاسة مي. هلا بنغسله 2-3 مرات بالمي الباردة حتى نشيل منه النشا. لازم نغسل الرز بشكل منيح 3 مرات اقل شيء. وهلا بدي اغسله بهذا الشكل، شايفين كيف؟ بتمسكوا الرز بهذا الشكل بتفركوه هيك، هاي بتطلع النشا كلها من الرز. بس ما بده يكون منقوع، لازم يكون اول ما تحطوا المي بتفركوه هيك، لانه اذا كان منقوع قبل بنص ساعة راح يتكسر معكم. بنكرر هاي العملية 3 مرات تحت المي، ولازم يتقع بمي سخنة اقل شيء نص ساعة عشان تفتح معكم حبة الرز وما تطول معكم بالاستواء. وهلا بعد ما غسلته بشكل كتير منيح راح اضيف عليه مي سخنة عم تغلي. هاي شغلة كتير مهمة. وهلا بنتركه لمدة نص ساعة بعدين بنصفيه. هلا بنبلش نعمل صلصة الدقوس. عندي هون حبتين بندورة بس تكون لونها حمراء. عندي نص حبة فليفلة خضراء حلوة. إذا بدكم تحطوا حارة هاي بترجع لكم. وعندي هون شوية بقدونس، بتقدروا تحطوا بقدونس أو كزبرة، هاي الشغلة بترجع اختيارية يعني حسب ما بتحبوا.
واربع اسنان توم، ومعلقه كبيره صلصه بندوره، معلقه صغيره بهارات كبسه، عندي نص كاسه مي بارده. بسم الله. وملح. هلا بخلط المكونات كلها مع بعضها. بسم الله. نسينا نحط الليمون، هلا بنحط الليمون. بسم الله. يعني عصير نص ليمونه. هاي عندي الدقوس جاهز. بسم الله. بسم الله. هلا بعد ما استوى عندي الدجاج اخذ تقريبا ساعة وشوي، نحطه بصينية مثل هاي مشان نحمره بالفرن. وهاي الرز بعد ما انتقع، شايفين كيف صار الحبة؟ بس اهم شيء هلا ما تحركوه مشان ما يكسر معكم. هلا بنضيف الرز بكل حنية. بسم الله. ونحركه هلا شوي، بنستناه ليغلي. اهم شيء لازم يضل مكشف لحتى يغلي وتنشف ميته، بعدين بتوطوا الغاز على الاخير وبتغطوه. اهم شيء يكون بين المي والرز 1 سم، هيك بتعرفوا انه كمية المي ممتازة. بعد ما نشفت ميته بهذا الشكل بنوطي الغاز على الاخير، وهلا بنتركه من 10 دقائق ربع ساعة بيكون جاهز ان شاء الله. عندي هون 3 معالق كبار زبدة مذابة، اصغير بهارات كبسة. حركها بشكل منيح، وهلا بدهن فيها الدجاج. طبعا الزبدة بهاي الطريقة بتعطيكم تحميرة غير شكل. وهلا بنشغل الفرن من فوق وبنحمر الوجه. وهلا بنعمل مع بعض طريقة الكشنة. بدي احط هون بالمقلاية شوية زيت. بسم الله. هلا بضيف عليها اللوز. بسم الله. واهم شيء هلا بدي ضل حرك على نار وسط، وتضلوا تحركوا فيها حتى ياخذ اللون الاشقر، حتى يصير معكم هذا اللون. شايفين هلا هيك بتشيلوه؟ انه هلا لازم نصفيهم من الزيت مباشره عشان ما يكملوا استوى معنا. شايفين هيك لازم يكون لون اللوز. وهلا بنفس هذا الزيت اللي قلينا فيه اللوز راح اضيف عليه بصل. بسم الله. بصلتين مقطعين بهذا الحجم بدي اقليهم حتى يصير لونهم اشقر. طلعنا الدجاج من الفرن وتحمر معنا بهذا الشكل. بعد ما صار عندي البصل بهذا الشكل، هلا بدي اضيف عليه 3 ألوان فليفله ملونه، خضراء وحمراء وصفراء. بسم الله. راح اضيف عليهم جزر مبشور. بسم الله. بدي اضيف عليه زبيب اشقر. بسم الله. حركهم بشكل منيح. انا ما بدي الفليفله والجزر يستووا، بس هيك ياخذوا ريحه البصل، بس هيك لمده 10 دقائق بس. بضيف عليهم هلا معلقه صغيره بهارات الكبسه. وهلا بعد 10 دقائق نضيف عليه اللوز اللي حمصناه. بسم الله. ما شاء الله روايح بتجنن. شيء على الاول. هلا بنطفي الغاز عليها. الفليفله والجزر بهي الطريقه بتعطيكم طعم ولا اطيب من هيك. رز الكبسه عندنا جاهز. بسم الله. بنحركه شوي بالمعلقه. شايفين لونه ما احلاه طالع؟ بسم الله ما شاء الله. رز الكبسة على أصوله، شيء على الأول. هلا راح نسكبها بالصحن. بسم الله. صلوا على النبي. هلا بنحط الكشنة على الوجه. بسم الله. هاي كبسة الشيف رنوم الخاصة. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكبسة، شوفوا 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 المنظر، شوفوا. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا الدجاج كيف دايب دوبان، واخذ من ريحة الكبسة مثل ما بدكم تماما. ونجيب معلقة ونعبيها كشنة. بسم الله. شوفوا الكشنة. مع معلقة دقوس. طالعة خرافية. طعم ولا أطيب من هيك. لازم تجربوها، تعطوني رأيكم بالتعليقات، لأنه عن جد أكلة أكلة على الأول. شو بابا حابب تدوق؟ شو رأيك بفخدي على كيفها؟ يا حبيبي أكيد. يلا ها صح، افتح لها. شو فتحت أمها؟ بسم الله. رهيب يا بابا، فشتة عين العالية بابا. إن شاء الله صحة وهنا. جربوا هاي الطريقة لأنه كتير راح تعجبكم، واللي بيجربها يعطيني رأيه بالتعليقات. كان معكم شيف رنوم. السلام عليكم.